بلالين يربط هون وبعدين راح يفقع هون. وطبعا كل جوا بالون في تحدي، لما نخلص كل البلالين نفقعهم، واذا طلع لنا ممنوع نغير البالون. هلا راح نسرع الوقت واحنا من فوق عشان طلعته البالون. وهلا خلصنا طلعوا كمية البلالين اللي نفخناها وما مساعدتنا بالربط. ويلا معانا على التحدي، مين أول؟ مريم. يلا يتعبوني يا امسكي لها يا حسام. انا بدي اقلع عشان ما حدا يغش. اكل مكعب سكر. اكل مكعب سكر. ايو اعطونا. شو ايو؟ تفضلي ماريا، مكعب سكر. اوبش. يلا كلي كله. سنك راح فيها. موزاكي؟ ما أحبش. يلا هشام. البوبو. يلا البوبو. بسم الله. وين الورقة؟ ارسم مكياج على وجهك. لا يا هشام لا. لا يا هشام لا. استنى اجيب لك قلم حمرا مرتب. هشام جبت لك قلم حمرا. هلا اسمعوني ولا لا؟ زي ما بدك. خلص بكفي. مش مشكلة. يلا ماريا دورك. وين الدبوس؟ هيا يلا بسم الله. دد عليك. يلا ماريا اكل فلفل. تفضلي ما بحرق؟ ما بحرق؟ خلصته. يلا دار هشام. هاي الورقة قدام ماريا. لا اوكي بقول لك لهشام. اكل ليمون. يا مرحبا. لا بدك تاكل. عليها. اوكي. انا بدي اكل. انا باكل بحبه انا. يلا ماريا دورك. يلا ماريا دورك. لا انا. ماريا احذري شو طلع لك. اكل معلقة. اللي دخل هاي طلع لي في التحدي. بدك تاكلي معلقه هيك بعض. هاي معلقه وبدك تاكليها. شوكولاته. شو طلع؟ لا شو هاي؟ اوكي اشوفها اشوفها. يعني ما طلعت حقيقيه. شوفوا لحظة الورقة. دير على حالك مي. الأول
بأوعيك بدك تدير على حالك مي. وين وهي الكاسة؟ لا مش هون، قدامي على الحمام. بدك تديرها على راسك. شو هشام مستعد؟ يلا. واحد اثنين ثلاثة. نعيما. شو هشام؟ شو صار فيك؟ بس مبلت. حلو الشعور؟ ومو حلو؟ داري. يلا دور ماريا. يا رب ما يطلع لي مايونيز. هاي هي شايفة ماريا هم في أشياء أخذتيها. هذا مايونيز؟ ما بعرف. ما بنعرف صراحة. يلا اعمل طب. في مايونيز وفي كاتشب. كاتشب وين الكاتشب يا شاء الله؟ في مايونيز وفي طحين. يلا يلا. أنا تخربطت. يد جوجو جاجا. شو هاي جوجو جاجا؟ وين الورقة؟ يمكن معك تحت. ولا شو فيها تحت؟ ولا اشي. وراكي هون. شوكولاتة مع مايونيز. هاي الشوكولاتة افتحيها. تفضلي تفضلي. وهاي المايونيز. يلا رح نمشيها لميمي. ما لا تكمليها كاملة. هلا رح ارميها. لا يلا دور هشام هلا. اعمل حركة يلا. اوه حط راسك بصحن الطحين. يا الله يا ماما لا تحبي. يا حرام هشام. ابدي اقعد. نشوف نشوف هشام. تعال اشوفك. لحظة لحظة اشوف هشام. ارمي حالك في المسبح. يا الله ليش ما بعرف؟ انا ما بعرف. قصديك بالصغيرة؟ لا بالمسبح الكبير. ما والله ما بعرف. والله اقسم بالله علي العظيم ما بعرف. العلي العظيم. يلا اركضي رح اجيبي اواعي السباحة وعلى المسبح. وهيك خلصنا كل التحديات. اهلا هشام. شمالك؟ ليش زعلان؟ كل شيء حلو. هذا طلبني انا ولا شيء مني. يا بي اصلا احلى شيء طلع لك. لا اشوفك. شو الحلو هذا؟ عيونك كلها طحين لسه. يا حرام زعل هشام زعل. اذا وقعت وغرقت انا حنط وامسك على طول. طبعا راح نفسي. اعطينا منشفه. شو مستعدة؟ مستعدة؟ لازم احسها اذا كانت سخنة بتنزل. لا انت على كل الاحوال بدك تنزل. يلا واحد اثنين. طبعا احنا ضحكنا عليكم. ماريا كتير شاطرة اصلا بالسباحة. بابا اسرح منيح اكثر من ماريا. انا بدي انط لكم القنبله. يلا طبعا اللي ما بيعرف القنبله هلا بعلمه. فرجينا القنبله. يلا نعمل هيك. يلا ماريا. شو رايكم راس؟ يلا فرجينا الراس. يلا ماريا.
دقيقة نصور في ماريا. شوفي ماما. يلا. أنا؟ فين أنا بمط راس؟ يلا فرجينا النطة الأخيرة. يلا باي. ماريا هشام باي.